الحاج كلوف. الحاج كلوف حلقات يكتبها أحمد خير الدين ويخرجها حمودة معالي. ما تقوليش أشبيها هك الزرقة المنفوخة؟ أنا هي مزرق. أنتي هك شكارة إسحاق بنت أمك توفى. صار انت على مبروكة. ظاهر عليها البركة. هاك البركة هبط عليها شقاف شقاف. بركة المصران في النار. حط قامة القشمر. انا مانيش نبهت عليك. هذه لك مهلوكة ما عادش نحبها تجيني. يا ولدي يا حلا غالب اللي يدز بابك ويزوز كيفاش تحبني نطردو؟ يا اخي انا قاعده نستاذن فيها. كان جات جات وكان مشات في لماء. على غالب انا نحشم يا ولدي. وهي حشمتشي وقت اللي دورت بيك بول الذيب ونحتك تبش الفضه بتاعك بعين تضحك والاخرى تلعب وانت مخبيه عليا حتى جاتني الهدره يدين يدين. وكل ما ننجدك تضربني راس وقاع وتدخلني من باب وتخرجني بالخوخه. اتكلم اش بيك ساكته؟ اش باش نقول؟ اش باش تقول؟ توا نقريك اش باش تقول ونعلمك كيفاش يلزمك تسير من هوني لقدام. تتفكرش السريقه متاع سي محمد الصالح؟ هي شوم شلون تفكر هاشي؟ ما هم مساكن عريوهم حتى من زهاز بنتهم سرقوه ما خلاو لهم ما يتخلى. وسمعت شي اشكون هو السارق؟ ما هم قالوا اللد اللي كان يخدم عندهم وطردوه. هي رجع طلع عليهم وطلب منهم باش يرجعوه يخدم وقالوا هو اللي جا وسرقهم. العالم ربي. والحوايج المسروقة الكل طلعوهم من دار هاك اللفعة اللي عاملة فاسها بنت زاوية وتترهدن والسين يغزل في الحرير والشباب عامل يد معاها. هو يسرق وهي تصرف حتى عثرت بيهم وهم يتخلعوا في دار المانة. بيحضر معايا يا لله نعمل في الخير واعرض لي اش ثم زاده. قولي يا اخي كنت شريكتها ولا تقسم معاها؟ دي فرحني يا لله. نحمد ربي بالحفنه ونزيد امشي بالنيه وارقد في ثني. تعرف يا سي الحاج هاك المره وقت اللي طلبتك في 10 دينارات وانت انشتني الواش ووقتها انا خبيت عليك وقلت لك باش نسلفهم لخالتي جبريه وما حبيتش تعطيني وتنبست معاك تثبت ما شنو هي العلاقه بين امك مبروكه وبين العركه بتاعنا على السلف وما السلف؟ لا يا سيدي وقتها جابتلي هاك المهلوكه صر مليان بالحوايج فيه زوزة بادل مازالوا من تحت برتهم واحده سريح والاخرى مطروزه بالعقيق وبرشا حوايج اخرى وتميق الحصيله مش نقول لك. قالتلي هذوما زهاز نتاع عروسه مازالت كيف عرست ورجلها تخص في فلوس حد خرج زهازة تبيع فيه. السر الكل طالبة فيه 10 دينارات. هي الأول مرة طالبت 15 دينار ومن بعد زرزحتها للعشرة ورضات. سيف ترضى على كل حال راس المال موجود وباللي بيع السرقة رابح. الحمد لله الحمد لله ربي نجينا. وتعرفش اللي اكشف المسألة الكل هو هك السر بتاع حوايج الطفلة المسكينة وهوك اللي شراه تشد معاهم هوك من يعدي في الضيافة في دار خالته. ويالو كان شريته وانتي راك توا لما الشمل مع الجميع لطف عليا المتستر ان شاء الله. يا لطيف اللطف كلمة زي هيك هو مالا اللي يشري المسروق ولا اللي خمل السارق حاجة يكون هو وياه في الاعتبار كيف كيف.
كيف ما قالوا العلماء في حامله وجالسه وشاربه بكلهم في الهاوية. وهكاك سي السارق والشريك والشارب وعلي خمل والكلهم في الكل يمشيون الكراكة. ماله واللي ستر عليه زاد برا شوف شكون واللي ينجدك عليا ما تعطيه صرف من عدل وجدوا شكونه. اي يتخمن منك. اي عزوز هذه اللي حليمة عيالي محسوبة خالتك ولا امك؟ وانا ماك تعرف اشنية ما زلتي عندكم محسوب كيف الاخوة انا والشيخ ابو فارس والدك. عاد بيناي وندري عليك لا نقول له محليمة نبيلي بي الحاج. وهي كارر عليا فاشكون انت ما نعرفش شنية. انا بالحقيقة ابو صيح على خاطر الناس الكل ما همش كيف كيف. فما عباد ما يجيوك ويطلوا عليك ويتفكروك الا كيف يبدأوا عندهم هكا قضية عندك. واذا ما احتاجوش بيك ما يراكش حتى حد منهم. لو كان تشيح ويدك الريح يا نحي من يدك هاك القفاف وك اللي تكالي فيهم وقعد ارتاح شوية اشرب عرقك. لا سامحني مزارب شوي اما هو باي بعثتك القضية هذه علاقة فيها شوية عظام. والعلاقة هذه فيها شوية المرمز والدهان وهو بعثتك الجواب قال لي يقول له يحرص لي على الهدرة اللي فيه. بربي يا اخي احنا ما نتعارف ولا بالقفاف هذا يهديه بوك. ترى اعطيني هالجواب نشوف اش فيه. ترى جواب ولا كاينو مندي شنو هالخط يا اخي مكتوب بالكوفي ولا بالسرياني هذا يحب له دقاز باش يفهمه. يا حليمة حليمة ترى مد لي هاك المرايات خليني نقرا هالجغرافيا اللي بعثها لي عمك بو فارس. هاهم المرايات جعلها هكا العوز من ساسة المحرابها يا هذو المرايات هذو مرايات الكحل شبيك جايب لي هذو دي مرايات الشمس هذوك خدك على مرايات القراية البيض يا الاخرين وينه الله يرحمهم. اش معناها الله يرحمهم؟ لوحته عليه لوحتهم اش مازال فيهم ما يصلح بعد اللي مقطوعين وفصوصهم واحد مكسر في شطرين والفص الاخر مثلا مش بكل عاش مازلت تعمل بيهم. اذا كان ماني نغمض عينه ونقرا بعين لا بنادم اذا كان نقصله حركة تلوحوها هكا على طول يديكم مش لازم. يا عمار نخرج من بعد ونتفاهموا. اسمعي اسمعني ساعة راني ماشي نهني اللجنينة كي تجي مروح تعدى روح بيا سمعت. اش عندها اللجنينة؟ شي ما هي ولدت. هي ولدت ولا بنتها؟ اللي هي ولدي بنتها ولدت طوى عليها تقريب 10 ايام واليوم ولدت هي.
صار الأم هي اللي ولدت اليوم. أنا حسبت بنتها قدش بيها يا أخي، ولات أرنب تولد مرتين في الشهر، وهي بردها السيدة الأم هي اللي ولدت. ما زالت البركة الأم والبنت يعملوا في مسابقة في الأولادة ونسيب يجي يهني. ما شاء الله، شفت النساء اللي معقولهم كيفاش. أما مش كيفك أنت، لا قلب ولا مرارة. علاش؟ بسم الله عليا، لا عندي قلب ولا مرارة. بسم الله عليا. بعد اللي خدك جنينة اللي تولدك، ما زالت تجيب وجربة وبنتها تولد وهي تولد، ودي ودي تهني في الأوطان، مرة عندها ومرة عند بنتها ومرة عند. لا يا سيدي، أنا ما زلت بعقلي، ربي يفضل لي بنيتي وهذيك فرحتي، ما حاشتيش بفكير العزيز. عمار ودي دادش سالس هكا تمشي مكا عقل كيلة غزالة نقطة انت. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا مسي الحاج، تفضل يا عمار. برا توا أخذي أمورك وقابل سي عبد الرزاق، وكان تحب ارجع لي بعد الهوني ولا يجاني لدها. باهي باهي، حتى ناي نحب نعمل دورة وبعدين توا نجيك. هيا تقعدوا بسلامة. بسلامة. ها سي جلول، في سبه يا اخي وليت من الجايزيه بتاع سي عميره. اي والله، هاش باش نعمل. سي عميره حبيبنا ولينا. عاد ولهذا وليت. تحجم عنده بالشهر ولا بالعام؟ عاد انت زاد يا سي الحاج، اشنية الذبانه وشنية موقتها؟ انتي هو بعد شهوين ثلاثة باش يقول شهوين، ولعته يققش فيها وحده في الدار، وساعة ساعة اللي ينحيه جلدة من وجهه أكثر من اللي ينحيه شعر. أما أشنوة يجيب حذايا كفي عوض اللي يمشي للقهوة، أو كمنا نتوانسوا وساعة ساعة نلعبوا خمسة طاولة، وإذا كان نمشي في قضية يقعد يعص على الحانوت. والجريدة اللي بيدك يا أخي تتفرج بتصورها ولا تقرأ فيها؟ أش معناه نتفرج بتصورها؟ يا أخي أنا ما نعرفش نقرأ. وقتاش تعلمت تقرأ؟ أنا في بالي بك عقبت الله. عجايب عجايب والله. هذا الكل حقرتنا يا حاج. لا حشاك، انا ما احقرتكش يا مادي، احقرت روحك. اش معناه انا احقرت روحي؟ مالا، وقت اللي قلت لك ايجا نقيدوك في الشعبة، عملنا دروس البوجدية اللي كيفك وكسي الحطاب وامثالكم، سخرت من روحك وفضلت بشقة تلعب الشكبة والربي، وما حبيت يجي، بينما الحطاب وعمك طار وعمك أحسن وجماعة الكل هكا ولاو يقرأ ولبس عليهم، وانتي نهار اللي جابوا لك جواب جماعة سوقهم وقالوا لك صحح فيه على أنهم يحبوا يطلبوا فيه سبالة ولا شنوة، صححت من غير ما تعرفش فيه، ومن بعد ظهر اللي هما شاكين بالأمين بتاعهم وفطن بجميع اللي صحوا في الجواب، ومن جملة أنت وقعده ويقامر فيك حتى يطيرك كيف الفوشيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا سيدي، لا حديث يقبل، وجاء الحطاب وانجو. علاش باش ينجدني على الدهميكة متاعو اللي الدهمكها وقعد يعاني فيها وشوية لا رصات له في دار خالته؟ ايش ليه زاد هالدهميكة؟ جيتنا من المان بتجلغيمك، كنا رايزين. ما هو خينا تسلف ثلاثة دنانير وصحح في كمبيالة، وكيف جاه التنبيه وقراوه له يلقى نفسه مصحح على 10 دينارات. ايه ولو كان مش جماعة دبروها له ولا راه. لا 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 اقعد والله ما تخرج. اش بيه؟ لا 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 يزعل. ها يعني نصحوا فيك ولا اش يهمنا منك؟ لا انا مانيش على حاجة، اما سي صاحبك ما يلقى ما يعمل يجبدنا في المخبل في كبة
ويدرعنا في خواطرنا بهداري اللي في الحقيقة فاتت وماتت. هادي شنو يا سي أميرة يا أخي؟ المقصورة عامرة وحسن. اي والله ما هم الجماعة الداخل. عنود سي عميرة بروحين كي صندوق السحر. يا علاش تحرمنا من أنس الصفاء بتاعك؟ لا لا ليش العاب المحل محلكم راه. تفضلوا تفضلوا. أنا متفضلين من غير كلامك. أي حتى تقوم يقوم يقوم ده الحاجة يقوم نطلع على قفصة ونخيلة. هاي زوج عامل دريقة على باب المكسورة كأني حانوت كراكوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعينكم. على غير السنة. بالمجد حتى انت سنتك احسن منها السنة شوية. اشني صنعتو هشبيب يا حاج؟ هذا يا سيدي صنعته بروحين كما قلت انت على حانوت سي عميرة. شعب يقول صنعتي بروحين؟ معناها صنعتك متركبة من حاجتي، يعني عندك سربيس في الصباح وسربيس في العشية. كيفاش يا حاج؟ وخينا كان في الصباح يمشي بهت الحيط المقابل المكتب البنات، هو مسكين يبدأ واقف يتحكك على الحيط حتى خرقش الليقة بتاع الحيط وشرد حواجه. ودولو كان تشوفك الفراجيخ اللي لابسها تلقاه مشهبة بالجير بتاع الحيط. هذي دو دو قلو قلو. هذا سربيسو بتاع الصباح. وبعد الأول شنو سيرفيسو؟ بعد الأول المهمة بتاعه أكثر تعب شوية، ثم عود بتاع كرهبة يتقبط به ويقعد يعس على معمل الخياطة، ومن بعد يقوم بدور سيدي وصل حتى يتهنى على بناته ومناحة والكل ويروح يدس بشلاكته. توش عليك بربي دخلت نبدوتك وتمقعيرك حتى لهيتني وشكب علي بسبعة دينار. لا علاش هالدمار؟ والله مصيبة حلت. ما بيش شك سبعة دينار تاكلت كأنها تاكلت حاجة. ما سادتنا القمرجية يقولوا كل مصيبة ومصيبتها إلا الحية مش كبتها. نشهد لك يا حاج كيفك شفت الرواند وهالبعيبك. نشهد لك والأرواند كنت يقال تسكت هاش تخزر لي من غادي. وخينا ززار يعظم على مراكزي. ربي شي يا رواندو هك السيد اللي عامل نفسه اشيا ببالنا ما فما في الدنيا إلا أنا. انت هون زاد وجلوح بالناس الطيبه. ايا ما تنسيناش في الموضوع. تكلم يا حاج تكلم. ايش يتكلم؟ ايش عنده ما يقول؟ قالوا تكلم. ايش عنده ما يتكلم؟ لا عندي ما نتكلم ولا عندي ما نقول. الحويجه برك. شنو هي الحويجه؟ ماني نعرفك انت. اللي ما فيهش مخلوق تشريه له من السوق. ايا قلت على سي حمادي سيدي وصل ولا ندرى شنو؟ وانش عندك ما تقول فيا يا سيد؟ انت لا ما عندي ما نقول فيك. منظم في حياتك، ضابط امورك على احسن ما يرام. عندك في العام 11 شهر تعديهم في السكرة، والشهر الباقي في العام هذا في العام هذاك مخسر القمار. اي نعم. والمرية والاولاد عايشين على منقارهم. عايشين على منقارهم؟ انت سيد قاعد تصرف عليهم. وانا جابني نصرف عليهم يا اخي. سيدنا ادم اعطاني تقديم عليهم. اما يحرس سي محمود نسيبك ولا ركع؟ والله ليله مبروكه جينا نصحوا في بالنا، واذا بيه جانا انكس ولا يجبدنا في هذاك. ماك تعرف وين يجي يحربها؟ يحربها. شبيكم يا جماعه تم العياط؟ جبينا جينا لوني باش نتفردوا ونفركوا سودة، ولا باش جبنا سي عمك الحاج باش يغليلنا دمنا وزيدي طير هنا من فوق؟ شنو يا سي الحاج ايش بيك؟ لا لا باس عليك انت يا اخي جيتك عيات. هاك النهار جيت وحليت لي مستوج مع سي كوي وما صرناه لبسيدي بن عباس، واليوم هاك جيت مقابله دخلتها بخشبه وعود حطب. تحب تهز عليا يا جماعه وتقطع لي قسمي وتحرمني من هالمرجانه اللي نصور فيها من عندهم؟ ايوه ملا قل سيادتك حانوتك عاملها بكاره. اي نعم يا سيدي عاملها بكاره تحكم فيها.
انحل محلي وانا حوف ايش هدي بيك انا علي انا برعملها حتى جمام فوبة ما نعليك اما غرني حالك اللي انت لا ماما هوني وكارك عليهم كدجاجة اللي كارك على عظم حارب يتلموا بحذاك وكيف يخرجوا من هوني يبدأوا يقطعوا فيك ويسبولك في جودك الاولاني وانت كيف الحوت بتاكلهم من توا مع شكون تتكلم بعد اللي هو عزوزه ما يهمها قرص خليه الله لا يكون فيه اكذبش الحاجه مصطفى اللي قال عمير عامل حنوت في الافطار تبرنا وفي رمضان بكره بتاع قمار و... انا قلت لك يا حاج ايه انت قلت لي بمرت نهار اللي تعاركت معاه وقلت لي انا باش ناخذ حانوتي وما يساعدنيش يقولوا الحاج مصطفى شريك مع عميره وراضي باعماله و... ايه عاد انا ما هو وقت على خاطر اللي غششت عليه ومن بعد رضا باش يضرب احجامه بلاشي وقهوه بفارم وسويق رحلوك يا اخويا ايش تسالوني الحانوت حانوت وانا نعمل فيها اللي يظهرلي ونخدمها اللي نحب ما لا يلزمك تخلص ثلاثة بطيندات للحاكم ما تدهش تسرق من هوني ومن هوني واحدة على حجامة والثانية على عملها تمرنا والبطيندة الثالثة على البكرة ما فيه الشك يلزم كل قلم يخلص عليه باطين دا وحده اسكت انت يا سيد جو وقت اللي تخلص انت على هاك الكرش متاعك اللي ماخذ من الهواء قد اللي يشغلوه ثلاثة عباد وقتها انا نخلص على الاقلام والمحابر اللي عندي هاي يا سيدي من فضل ظهرتني بيكم البركة بل لازم ماني خارج من هوني ألا ما نسوقها جلبة هوايش الكل قدامي ولا ما نخليها لك أسقف وقاعة ولا ما نشعفك أنت وأخوان الصفاء والنفاء بتاعك على أعمالك الطيرة يا سي عميرة يا وجه أحلى شبوب طيرة يستاهلوا حربتها عليهم يا حاج وطيرتها لها المصامر المصدع والوجوه المسودة المدة الحاج كلوف بقلم أحمد خير الدين وإخراج حمودة معالي.